فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: والدي رحمه الله قد توفي منذ سنوات، وكان من وصيته أن يحج عنه كل سنة من ثلثه، وفي كل سنة نواجه صعوبة في توكيل أحد لذلك، لا سيما وفي كل سنة نواجه صعوبة في توكيل أحد لذلك لا سيما مع التشديد في مسألة تصاريح الحج. سؤاله: هل يجوز أن أصرف هذا المال الموصى به في الحج في أمور أخرى؟ لا، لا تصرف الوصية عما إذا أمكن يحج عنه ينفذ، إذا ما أمكن ما هو لازم الحج مع عدم الإمكان. نعم.